خلينا يعني انا انا معلش انا انا اقول في لك هالجزئيه يعني. نعم في يوم من الايام كان عندنا الدكتور حافظ المدلج مرشح. مرشح وين؟ مرشح للسعوديه لرئاسه الاتحاد الاسيوي. ايه الرجل ترك وحيدا يعني ما وجد دعم. يعني مثلا هذا ليه رشح نفسه؟ طيب هو قالها انه جاله توجيه من الدوله من نواف بن فيصل كلمه. ما انا اشك فيها. توقع كلامه مو صحيح؟ هو يقول خليني احبس انا 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 خليني اقول لك وش قال بالضبط. هو قال في يوم افتتاح كاس الخليج في البحرين جاني اتصال من الامير نواف بن فيصل وقال طويل العمر يباك ترشح نفسك. هذا كلام الدكتور حافظ المدلج، حتى يقول حتى اذكرها باللفظ التالي طويل العمر يبونك تترشح الاتحاد الاسيوي. تم ترشيح الرجل الاتحاد الاسيوي ولم يجد اي دعم. يعني اليوم تجي تتكلم دكتور حافظ يقول لك احنا حتى لو بننحاش على قولتك انه ما نجد دعم. لا لا اذا المفروض انه يعتذر، اذا كان جاي له وهو ما لقى شيء المفروض انه يعتذر. على العموم انا انت تتقلب على شيء، اول شيء رحمه الله الملك عبد الله لا احد يتكول عليه باسم هذه الامور، ولا اعتقد انا انه هو يعرف كيف رشح نفسه وكيف دخل فيها. وهذا السؤال انا لا اريد اتكلم فيه باي حال من الاحوال لانه ماضي، ولا اريد انا افتح اوراق اخرى. انا بالنسبه لي انا اتكلم انك انت بتقول لي ليه تنتقد، انا اقول لك ليه انتقد وانتقد الى الان. انا ما اعرف من هو الحين الموجود في لجنه المسابقات بالاتحاد الاسيوي الممثل السعودي، لكن هذا ارجو ان يتفادوا تصفيات كاس العالم القادمه وان يعملوها صح. واعطيك مثال بسيط. تحس انه